نادور سيتي.com. مرحبا رحيم. دي البداية عشت مرة وحلي حسين المكلف بالجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية للبلدية النادور. للأوينة الأخيرة قلتنا ظهرت بعض الشكاوى والدعاوى رفعن تنطخ البلدية النادور واللي تهمن ويجي في مصلحة توزيع المعونات في الجمعيات باللي يتوقع شوية تلاعب لتوزيع النيل. وآخرها توصل سجن معارضة تقدمها وزير الداخلية للمجلس الأعلى للحسابات باللي توجهت إجن مجموعة إجن الشبكة الجمعيات تسمى أيرو أقراو أقراو على حسب من ديس نغرز عمانو فيجن حاشت وزمارة نسقع ولابد الوحدة للسيور يعني الاسبيين الحقيقة أولا الرأي العام يجن يعني ذا النظر وبالخصوص الجمعية يجن يعني رؤساء الجمعيات اللي يمكن فين الجمعيات ميت قال على ذي نوفي بلي وجه ليس 30 جمعية يعني نوفي شن كان قد ضم قرا فشين سن لائحة يجن جمعية أيرو ليس 22 جمعية أولا وليس 30 جمعية وثانيا تين الزين الشكاية الجمعية بارا النظر أدام لائحة سوداء ليس مجموعة الجمعية زميضة السروال ذبوعاق أمجاو الدريوش أزغنغان بني سيدان تفارتي بني وريشك أزغنغان أزغنغان بوعاق الجمعية الجمعية سيناء وغاحسبو الحق أسدف تنتي البلدية النظر لأن هي غاحسب البلدية ثانية إيقاع قانون أم إيقاع قانون الجمعية جن ذميضة وغاحسبو الحق تسد تاع دعم زي النظر الجمعية جن ذبوعاق وغاحسبو الحق تاع دعم زي النظر ونوفى من قال حساب نوفى شحال الجمعيات النظر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة الجمعيات اللي غنقول أمين اتصلك رؤساء الجمعيات اللي جاني يعرف عن العريضة يايا واتصل من بينهم إذن الجمعية جمعية هانيبال اللي رياضة تليفون كونتاكي اتصل لك الرئيس النص ينفى إن في انقطع باللي أنت باللي يعرف عشان العريضة يعني خصنا نسلم زوارو ويعرف عن العريضة يايا متصل عاود كيجي الجمعية زي هاكا للتنمية الاجتماعية جمعية تلقى للتنمية الرئيس النص ينفى نفس الشيء نفس الشعار بوخ بعد ديك توقيعا ذي دي منيت النظر ما لين عقبت غدا عمي نوشا يينا زي رياض عن عارضة ما لين عقبت غدا عمي سنوشا أنا في نوشا سنة الزغد فهو الزغد جمعية غد زي رياض عمتا جمعية أزولي الفنون الثقافة والتنمية استفد في 2011 استفد 2 مليون 2012 مشات 3 مليون بالنسبة للجمعية فرقة السمن للمصلح نفس الشيء مشات في 2011 مشات 2 مليون في 2012 مشات 2 مليون جمعية فرقة السام للمصلح بالنظر استفدت 2 مليون في 2011 استفدت 2 مليون في 2012 جمعية دي مجموعة من جمعيات الجال استفدت ونفس الشيء ان كانت العارضة يعني وقع ستبوت دخل دي العارضة فدي نقطة ما نوزدغ بالنسبة اتهامي نغجين بالنسبة نخص عام 2013 نخصيت جمعية شباب الخير نخصص 20 مليون نيشا نخصص 20 مليون ولكن وجبوا ينتثوها نوشا حتى بعد جمعية النغني ومن بينهم نوشا هلال النظور لكرة القدم نوشا الفتح نوشا الفتح لكرة القدم يسين الدعم ما يمهينك السنتيش نشي ندين تقيت 2010 و 2011 و 2012 الجمعية هي إيراد ديال الموسم يبدا دي شحال ساعة انت شي سنت قبل كون كي غاتتصل المصاريف نمشى إلى النظم السعودية قبل كون كي غاتتصل المصاريف نفس الشيء بالنسبة للفتح نفس الشيء بالنسبة لجمعية شباب الخير بالنسبة لجمعية النغني الثقافية والفنية والرياضية نتجازنت غير نتحدد آخر أجل أمين من الملف الطلبة توقع سنت دار سيزنت نتوزع سنت المنح سنت يعني المنح سنت انتوضنا انتوض بالنسبة جمعية شباب الخير ما يمسنوش العدد ديال الدنيا وتجين تذوى ديال بعض الجمعيات تكون 18 مليون نمشي لجمعية 18 مليون ما يمس ولكن جمعية شباب الخير عقد اتفاقية شراكة اك المجلس البلدي الوزارة الداخلية توقع ثانية من بين الهنود ديليس التزمت الجماعة الحضارية مدينة النظور ومن بينها تخصيص إعانة مالية سنوية تحول إلى حساب مركز شباب الخير منايا وجهت جهة البلدية وحز صدخات المجلس يعضو ذي الدورة الخوت قريبا شان ترسنين زبوامي
على ما اظن 30 زقامير استعدون جميع الاعضاء الجند ديال المجلس الحضاري يعدو وصد خاص وزارة الداخلية بعد المصادقة وزارة الداخلية رئيس جمعية شباب الخير رئيس جمعية الحضارية لمدينة الناظور وتجي غير اتفاقية وحيدة غنزيدو راه مجموعة من اتفاقية شراكة هاد الجمعية الثقافية والفنية نتكيس نفس الالتزامات إلا أن المصاريف نسنت تقني هنا النشاط منها يومين يتيري غاسن أسنت وش تقل ديرو 203 مليون و 202 مليون يعني على حسب النشاط يتقن ولكن الجمعية شنو ثانيتها الإمكانيات غازلة مش حاجة غازلة ثانيتها المستفيدين الخدمات اللي تقدم من تحت المراقبة غانغدي البلدية غانغدي انت تقارير تقريبا كل 3 شهور تزن غير البلدية من دا غاستا من دا جيل يعني دقيتها على حسب المصاريف اللي تحت دعمها من ترمى المصاريف التص الدعم البلدية تشي شوية بالنسبة وضع بيني غالي غالي نغدي دي النقطة يا يبي دعم عضو في جمعية ويشغل مهمة عضو في البلدية للتنافي دي النقطة يا أخو معليك ديس التنافي معليك تي الوزارة الداخلية وتصدق شاق اتفاقية مادام اتفاقية صدق خاص توا الرئيس الجمعية توا النائب الرئيس صدق خاص لا دي المجلس دي الدورة المجلس البلدي لا وزارة الداخلية يعني تلقى شتوالي قانوني وقاموا في السلطة يعني حتى ماشي مثير فيه حتى الوزير الداخلي عطيلو خاص يتسيد عطيلو خاص يتسيد ما هي شتوالي صدق خاص لا المجلس يعدو دي الدورة لا الوزارة الداخلية يعني تلقى قانوني شتوالي قانوني لأن ذي حالات مشابهة دي عدة مدن وقع ليس توقيف الدعم بالنسبة للفرق الرياضية بجديدة دي الزمامرة يعني اثنين حالات مشابهة تم توقيف الدعم ولكن الدعم كمينة احنا جميعا الستارة صلاح بن الوليد احنا كنديرو كونفيرونس معاك انت نديروها مع السي طلبوا الكاميرا ونجيو عاد اطالب اذا كنا كنديرو مع عضو البلدية خلي عضو البلدية يجيو صلاح بن الوليد اولا كجمعية ذات طابع اجتماعي انساني يعني وليس والنقاش مش حالي تستفدني يعني خصي جنع خاص مش دسني إخوان بودا أدقني جنع ريبورتاج خلج معي مش حالي تستفدان من دي تخدم الخدمات دي تقدم دي المجال ترانسفور دي 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 نصف دي الوجبات دي تقدم لي تأتي وغاز نسيول بالنسبة اتفاقية فاتفاقية عدو ذي الفترة يتوغى الرئيس الجمعية النائب نس يعني على حسب المعرفة غارية ويمكن دي قانون واضح كي واسين ويتس ولكن ما عندش شان تنافي عتيري وخاص تصدي قام ديال الوزارة على ما أظن دوال الجوابينو واخا تيري تعدو في المكتب كان مكتب بالتصويت بالأغلبية أثنيني معليش تقدير المكتب ولكن تيري العمل وتسعدو شغل الوزارة من شغل خاص يوفق وزير الداخلية يعني مادام مصادقة شت وريقة دقيقة قانونية نقطة توز اثنين وضع بيت وان انستيول طريقة الدعم جنوبي طريقة اوكي تجي نقطة النظر الطريقة زين نخدم فرق الدعم خل الجمعية يجن مشاع اديرين الاخوان واضحين ووطين وضع الاخطاء يجن داخل مدار الجماعة الحضارية الناظور يجن شجرين ديال المقاطعات السبع يعني المقاطعة الأولى على المقاطعة السابعة يعني إذا نتا وغاس واش الحق غاشان الجمعية على حسب ما شنو دي العاري اللي نغيين أتس مثلا سكيش نعمل النغني أتتا تعمل دي النظرة ثاني كان شي واحد وحكا سنوش بالنسبة للطريقين ديال توغاد 2011 نوزع الدعم خاطرش الجمعية وان سيمبول طريقة العملية توغاد تقل استعسنا مجموعة من الملفات ندرسيه كامل الملف يعني ونحرم حد نفاقس من مرة الجمعية بالنسبه ولكن كيس الشرط باللي السنه المقبله هذا قد تقم جد الانشطه هذا قد تقم ميتغاستا من سيست تقم زيت تنيزا عام يتغيسن يعني تسن جمعيات نقسمت يعني تسن جمعيات يمكن استفدت وقيت وش النشاط بالنسبه للطريقه كيس النقا نازمة سلينج طواف نقسم عقد اتفاقيه شراكه يعني الحمد لله تلقى شان سبعه اتفاقيه شراكه نوقعي كيس البلديه الجمعيات الوزاره الداخليه تلتزم الجمعيه
كيفاش النشاط خلال سنة على الأقل النشاط هذه اللي تنديت النظر حتى رئيس البلدية تقن ليس اللوغو حتى الشعار البلدية الدعوة إغفاق نتيلي ليس الشعار البلدية يتمثل حتى الافتتاح ديال الأنشطة يتيلي ليس بعض أعضاء ديال البلدية هذه اتفاقية يتقدم الجمعية نوعية النشاط غايك المصاريف يغي حوايج شحال سي خاصها تنقال فاكتورة النس شحال مدة يغيك النشاط النين التوقيت اللي يغيك يعني نحاول ما يمكن أن نوزع التوقيت الجمعية يعني وزدي شو ما لقيش نشانا قيم سيمانا أنا دارس شواني سبع شوان مش تيري نديت إيش النشاط يعني إيش النشاط عامي كمال بالنسبة البلد هي تلتزم كي أكل إخوانا إغاد جر غانا دي الخدمة يعني مش تخدم تلتزم كيسن يتبقى المساهمة نس على حسب النشاط هذا يتبقى تقريبا غير 80% وإذا تساهم النشاط 80% بشرط تشم تقارير يتوقع تبقى سر خمس الأدلة سفاكتورة الناس يعني سكوشي دقني تيري دي طيب وتشنا الحساب البنكي شحال تيغا ساهم تشنا حتى الحساب البنكي شحال غاس ندير معاكم نشي نطوع تعزم من أيام فاقيت خليتها الجمعية ما هو إنساني كجمعية خيرية جمعية طالع جزاء كفى مخدرات جمعية شباب الخير شنو فينا نشاط من سنت متوالد الخدمة من سنت تخدم على دارعة فينا يكفي على حسب اتفاقية غانا غادي نعطي الشنطة قاري من سن وكل ثلاث شهور يمكن على حسب اتفاقية غانا نشي نتيك الواجب منه بالنسبة الفرق الرياضية أو النوادي الرياضية هذا أربعة كاين أربعة النشاطات قدر كاين اتفاقية شراكة نتمنى التيغينا مو نشينا هذا غداوين النشاط اللي خصنا تلقى ما دولي ما وطني ما جهوي نشينا نمول هذا غداوين ما لايني حساب شحال شحال غايصطا نشينا قرا كيسم بالنسبة للجمعيات الفنية تيني قادي نقتصم جمعية المهرجانات دي العالم قادي النظر أنا غداو المدة اللي تعاود وشحال التكاليف نشينا البلدية تعزم أي وقت يخسر أهل المستقبل الدعم غاس يعني دي مدة يعدون قبل يشوف تقرا راسي ورا خ توقيف المنح الجمعيات وتحويلها للفائض سنه تلقى رئيس المجلس البلدي مش اللي تفرحي مش اني لو بدي ونس بتشا قال حولي 2014 سنوش من قبل النيو اخر اجتماع ديالي لي مسرينا لقيت النظر السيد الرئيس قال اجتماع بالنسبه للمنح طبعا منا يعني شان المنح 2013 كانت مشان سنت زائد المنح 2014 يعني ايش المقدار ضم قراني ديني ميمي يعني البلدية تعزم هو الانشطة ولا تساهم غير 80% النوع النشاط اللي خصنا تقلت الجمعية يعني الدعم ستاق ديني السبب اللي غيجن يعطاش وين يعني حتى الطلبات وين تقريبا ودو سين بودي الوقت نسان الواتساب السبب يزين عطار توزيع الجمعية دونك غادي نبوس بدي لا غادي نبوس بدي لا اسبدي يعني دقال هذا اظهار الجمعيات يعني دقال هذا ينقال هذا اظهار الدعم اني خصنا تقلش النشاط هذا اظهار شحال غتساهم الجماعه المحليه النظر هذا اظهار الدعم الناس ديني شن ديني شن شن الجمعية تقول استفدت من الدورة الأبريل تحول توصل بيل ودي قد الدورة الأبريل ديني عاد مازال لا ديني لا ثني إعادة برمجة الفائض ثني وحس لدورة الأبريل ديني أقول على قصة خو ديني شي نلقى آخر أجل يدفع طلبة بالنسبة للجمعية نلقى 15 شهر أربعة آخر أجل آخر شهر أربعة يعني غاسن غا الإخواني غا جد الجمعية غاسن عاد الوقت يزي غا جمع الملف فنسن يزي غا فكار ما خسن القنشة النشاط خسن القنشة نحاش يعني غاسن الوقت غا شهر 15 غا نهار 15 شهر أربعة 2014 نشي نسبدا أمنع الملف أو عناس مباشرة توزيع تناقش أنت الملف أول جمعية جمعية ثقافية وحدس ما اجتماعية وحدس ما رياضية وحدس نتحلى يعني نتحلى الملف جمعية جمعية اوكي السنوات الماضية طورتيش مشان المنح مشان الجمعيات كذا طورت قبل شان تصريحات قبل تمنى باللي قد توقع زعما المشاكل أنه تيش المنح الجمعيات
وفق برامج كذا وغنبقاو تنفيذ انت البرامج مني الانشطه ديال الوقت هي 2012 اقش ما لازم شحال استافدت من الجمعيات 2012 استافدت 29 زائد 9 تلقى 38 جمعيه فينا اجتماعيه وثقافيه 38 بالنسبه للرياضيه استافدت 33 الفرق تقريبا ازيد من 240 مليون الفرق 2012 ولكن مع الاسف القاري همو والكيما يميل 2013 الميدنو سان نحسب 2013 الميدنو نسان يعني انا زعما نخدمت ولا غادي تخدم حد المفوغ غادي دير ميدفاز 21 جمعيه 21 جمعيه زي كذا و30 راني خاص كذا و30 تقريبا 100 جمعيه لو كذا و20 زائد 9 ريال 30 جمعيه يعني 70 جمعيه ما يسكن يسين تدعم وتنظري يعني نشتي نقاري الجمعيه خصنا تخدم نعاود عاود نقاسم اللي غاسر حق التاس اكل عقد شراكه اكل بلديه نشينا تمول اي مشروع خصاتك اي نشاط اي مهرجان خصاتك نمول انت انا حتى 80% باش نمول نشطه حتى تخدم ولكن مع الاسف عقبنتي 21 زائد 9 رياضيه هذا هو السبب اللي جعلنا مش يعني خني غنمشى ندعم مشى الجمعيه شراكه خاص تدخل الوزاره ماشي تمهني غنمش انسمني غياخذ ودي نتلوش واه يعني ديني خاليه نتتبع الانشطه ديني غنغادي الجمعيه تودي محاسبه وشفاوي الشقه شفاوي الشقه ما واه كاين نشاط نتحاسب اولا تلغى الاتفاقيه تلغى ما هو كاين نشاط ولكن حتى الجمعيه خاص نتت الواجبات الناس اللي غادي غاس النشاط اللي خصها تحدد دير وقت اللي تلقى يعني غادي الضيوف اللي تغاز الدعاء انت مثلا ماشي تلقينا مثلا قسم جمعيه تولي ولا نزي برا حركه الطفل الشعبيه تصبح غاجه الشعبيه قصه القصه القصيره اوكي بالنسبه للسي رمخ ان الاولويه ديال الجمعيه ذات الاهداف الانسانيه انت وين شيني يعني ك بانه الجمعيه الخيريه ايوه كمؤسسه تعمل في المجال الانساني وتصفيه الكيلي وكذا انتوا جمعية الخيريه تستفاد 10000 درهم سنويا لا جمع دين يعاود الاخوان والسنشاء دين حتى شي غادي يجي ضريبه الذبح البلديه حتى وضابط تحديني استفاد شي عدد يعني تحت البلديه عاود غنجيبوا البلديه لا باش الراي العام ديري واضح ديال المساله ضريبه الذبح تني منحه بظاهر من الملك محمد الخامس طرح غا الخيريه بظاهر يعني بظاهر ولكن تقيت كان مجلس بلدي وزمان ولكن تلقى تحت البلديه شي سواء خدع من المجلس البلدي في اطار ميزانيه دعم الجمعيه شوف فني تحت بعدا فني قا البلديه واخا ظاهر ولكن فني قرنت خا البلديه ما شتوش تحت بظاهر ولكن تحت البلديه وثانيا تعاوني نسى الموظفين انا كاينش بس الموظفين ندير مع الموظفين البلديه 15 سنه ولكن عامه قاعد حرب ما يقيمش على العدد المستوى المشقق. طبعا كيسجل لقاء وعديهم ولكن كيسجل كما ان شاء الله.